بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ابتداء اليوم بإذن الله إن شاء الله مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات، وانطلاقا الوحدة السابعة إن شاء الله بإذن الله راح نبدأ بالدرس الأول ما يخص البحث العلمي. بس نرجع إن شاء الله نطبق في بعض الأهداف أو نعتبرها الركائز في محور حديثنا هذا الدرس بإذن الله، اللي هي الأهداف الخاصة هذا الدرس. أول نقطة مفهوم البحث، والنقطة الثانية أهمية البحث لدى الطالب، والأهمية الثالثة مجالات البحث العلمي. حث الإسلام على طلب العلم ورغب فيه، فظهر علماء أفداد ساهموا في بناء حضارة إسلامية تجاوزت الحضارات الأخرى، ويعد البحث العلمي من المفاهيم التي حظيت باهتمام بالغ من الباحثين. لذلك أصبحت الحاجة في وقتنا الحاضر للبحث العلمي أكبر وأشد من سبق من الوقت الماضي، بل أصبح حيث أصبح العالم في سباق محموم للمعرفة للإنسان بقدر أكبر التي تميزه عن غيره من خلال طبعا تلقي المعلومات. ننتقل جزئية مفهوم البحث العلمي. هنا بس حاب لو يعني بعض الطلاب يجيبوني على النقطة هذه، يعني من خلال الآن تطرقنا لبعض النقاط أو الركائز عندنا. أول الركيزة الأولى والهدف الأول مفهوم البحث العلمي. لو أسأل بس كذا طالب يعني استشعارا للدرس هذا، أحد يجيبني بس للنقطة هذه اللي هو مفهوم أو تعريف أو ماذا تعرف أنت عن عملية البحث العلمي أو مفهوم البحث العلمي؟ ممتاز، أبى أوضحها أكثر. طبعا عندنا شباب من ناحية النقطة الأولى اللي هو من ناحية مفهوم البحث العلمي في اللغة. طبعا البحث العلمي يتكون، مصطلح البحث العلمي من كلمتين، يتكون يا شباب البحث أو مصطلح البحث العلمي من كلمتين. الكلمة الأولى وهي مشتقة من كلمة البحث، والكلمة الثانية الشق الثاني البحث العلمي، ويقصد بالبحث لغويا التفتيش أو التقصي عن حقيقة من الحقائق أو أمر من الأمور. أما كلمة العلمي فهي كلمة تنسب إلى العلم، والعلم يا شباب معناته مثلا الإلمام عن حقيقة أو الإدراك عن حقيقة ما أو المعرفة إلى الوصول إلى الحقائق. طيب نجي للنقطة الثانية، بأخذها من منظور ثاني اللي هو الإصلاح، أيضا مفهوم الإصلاح. في أحد لو يجاوبني على تعريف البحث العلمي إصطلاحا، أحد عنده الخلفية يجاوبني على معرفة البحث العلمي إصطلاحا؟ ممتاز، خيار ثاني. طيب أجي أوضحنا أكثر، هو عملية منظمة يقوم بها الباحث بهدف الإجابة على أسئلة محددة أو حل مشكلة أو الوصول إلى معرفة جديدة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات العلمية للوصول إلى حل مشكلة البحث. وذلك يعني ماذا يا شباب؟ ذلك يعني أن البحث للبحث وذلك أن للبحث بداية، لكل بحث بداية ونهاية. بداية البحث أو لو أبدأ فيها، بداية البحث هي ماذا؟ المشكلة. هذا أول منظور يا شباب، اللي هو مقصد المفهوم أني أنا وش هدفي أو مفهوم البحث، أني أنا له منطلق. عملية البحث لما يقوم بها الطالب له بداية وله نهاية. طبعا بداية البحث ذكرناها هي المشكلة، وتنتهي عند ماذا؟ أحد يجاوبني يا شباب؟ بدأت الآن بالمشكلة، طيب تنتهي بماذا؟ تنتهي، ممتاز، تنتهي بنتيجة أو تسمى النتائج.
تنتهي بنتائج. أنا بديت الآن ماذا؟ دراسة مشكلة أو ظاهرة، وأبدأ أنتهي بماذا؟ بنتيجة، أني أحصل على نتيجة. لكن عندنا يا شباب قال لك أنه هنا طبعاً تعتمد هذه ذلك من خلال خطوات. معناتها يا شباب أني أنا من بدايتي وانطلاقي من المشكلة حتى أحصل على نتيجة، أنا كباحث أمر على عدة خطوات أو مسيرة تسمى اللي هي هذه ماذا يا شباب؟ خطوات. أنا من خلال وصولي أمام مشوار طويل أني أبدأ من عملية، من أول عملية بديت فيها أنا كباحث أبدأ اللي هي تحديد المشكلة وأنتهي كنتيجة، لابد أني أنا أمر على عدة خطوات أو مسيرة. إذن أنه ملخص مفهوم أو تعريف البحث ابتداء بمشكلة وانتهى بحصولي أنا كباحث على نتيجة. طيب الآن يا شباب في نقطة مهمة جدا اللي هي أهمية البحث العلمي للطالب، أو وهذا يعتبر من الهدف الثاني أو من الركائز الأساسية. الهدف الثاني أنت كطالب الآن استشعر، أعطيك سؤال، استشعر بينك وبين نفسك، أنا كطالب أو كباحث ماذا يعني ماذا سوف أقدم للبحث، أو ما هو هدفي لإعدادي للبحث؟ ما هو هدفك لإعدادك للبحث يا شباب؟ أنا يعني بخليك الآن تفكر بينك وبين نفسك واسأل نفسك وعطني إجابة، وش الأهمية؟ أهمية الآن نتكلم، يمكن سابقا بعض الطلاب يسمع بحث بحث بحث، وقد البعض يعني يتصور بصورة أخرى أو منظور آخر، لكن ما هي الأهمية من هذا البحث العلمي؟ طيب أوضحها. ناخذ اللي هو الطريقة الأولى أو الأهمية الأولى، التنمية المعرفية، وهي ماذا يا شباب؟ من خلال إثراء المعلومات للطالب ومعرفته واكتسابه بقدر أكبر معلومات من خلال القراءة. هذا يسمى التنمية المعرفية، من خلال معرفتك واطلاعك وقراءتك أكثر وإثراءك المعلومات في موضوع معين. هذه أنا أعتبرها أول، أو هذه تعتبر من أول الأهمية في أهمية البحث العلمي للطالب. ننتقل للأهمية الثانية اللي هي الاعتماد على النفس. ماذا يقصد بالاعتماد على النفس يا شباب؟ هي عبارة من خلال أنك دراسة المشكلات، دراسة المشكلات، أنت لما تبدأ بداية مشكلة تدرس هذه المشكلة وتجمع هذه المشكلة، تجمع المعلومات عنها ثم تبدأ بتحليلها، هذه كلها تكسب لديك مهارة واعتماد أيضا على النفس. أنتقل إذا ما حد عنده سؤال، أنتقل اللي هو الأهمية الثالثة، وهذه تتم يا شباب المنهجية، وهي عبارة من خلال ممارسة الأساليب، أني أنا أمارس الأساليب والقواعد المتبعة للبحث. إذن هي عبارة عن إذن ممارسة والأساليب والقواعد المتبعة في كتابة البحث، يعني أني أنا أمارس منهجيتي أو المجال هذا اللي أنا راح بإذن الله أبدأ فيه للبحث. طيب أنتقل للمفهوم الرابع، وهو تنمية المهارات البحثية، وهو يا شباب من خلال ماذا؟ من خلال تطبيقك أنت يا الطالب، من خلال تطبيق هذه المهارات البحثية في طبعا كمهارة استخدام مثلا مصادر المعلومات أو مثلا التوثيق، أيضا في إعداد ماذا؟ في إعداد ماذا يا شباب؟ ذكرناها قبل شوي اللي هو خلني أرجع وراء للتعريف. أنا من خلال أني أنا أمارس هذه المهارات اللي خطوات، أيضا من خلال كتابة الخطوات اللي تساعدني في هذه المجال. طيب أرجع مرة ثانية، عندنا يا شباب اللي هي الأهمية الأخيرة
تنمية المهارات الذاتية، وهي يا شباب قدرة الطالب على اكتساب القراءة والاستنباط والمعرفة أكثر. يا شباب هذا هو المقصود بها، أني أنا الطالب يستنبط الوصول إلى معرفة أكبر من خلال تنشيط الذاكرة لدى الباحث في عملية استكشاف، في عملية البحث، في التقصي حول العنوان أو الموضوع المراد حله. طيب ننتقل. طبعا عندنا يا شباب آخر النقطة الأهمية اللي هي مجالات البحث العلمي، وهذه تعتبر في محور حديثنا من الركائز الأخيرة، وهي مجالات البحث العلمي. في الحقيقة من خلال يعني الآن يا شباب أحد لو يعني يجاوبني استنباطك، يعني من خلال أنا ذكرناه من بداية من ناحية التمهيد، من ناحية المفهوم، أيضا التعريف، أيضا من ناحية الأهمية، وش المجالات البحث العلمي؟ هنالك عندي ثلاث مجالات للبحث العلمي. طيب خلني أوضحها. المجال الأول يا شباب اللي هو بحوث حل المشكلات. ماذا؟ بحوث حل المشكلات. الركيزة الأولى أني أنا كباحث أسعى إلى حل مثلاً مسألة تهم مثلاً يعني في موضوع معين، دراسة ظاهرة معينة، أنا مثلاً أرى ظاهرة معينة مثلاً أو سلوك مثلا معين، سواء كانت في مثلا كمجتمع او مثلا كبيئه، اني انا اسعى الى حل او دراسه هذه الظاهره لاجل ماذا؟ في البدايه قلنا اللي هو المشكله، لبدايه هذه اللي هو المشكله. طبعا لا بدايه اذا بحثك او انت عندك الاول حاجه من المجالات يا شباب بحوث حل المشكلات، وهي اذا مثل ما ذكرنا دراسه حول ظاهره معينه، مثلاً سواء كان مثلاً تدرس ظاهرة مثلاً تأخر الصباحي، مثلاً ظاهرة الغياب الطلاب أو كثرة مثلاً الغياب. هنا عندنا أيضاً مثال مثلاً تدني مستوى القراءة الثقافية لدى طلاب المرحلة الثانوية، ولاحظ قصها في ماذا قالك أنت لما مثلاً تدرس ظاهرة معينة يقيس لك في مثلاً يعني نحو مثلاً يعني ظاهرة معينة أو أثر سلبي أنت تشاهده أو كبيئة معينة. طيب أنتقل بعدها إلى عندنا المجال الثاني البحوث النقدية، وهي تعتبر ماذا يا شباب؟ شيء نقدي، أني أنا أحد يجاوبني تدليل منطقي يا شباب، أني أنا أبدأ مثلاً من ناحية أو أستخدم هذا المجال كأنا كباحث مثلاً كتدليل منطقي، أني أنا مثلاً كفلسفة أو مثلاً أستكشف مثلاً أني أصل إلى حل مشكلة معينة بعيداً عن أني أنا أظهر الحقائق، أنا بناخذنا في اللي هو المجال الثالث اللي هو الحقائق. إذن طيب الأهمية طبعا عندنا هنا مثال اللي أعطاك واقع أثر الأجهزة الذكية على طلاب المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات. الآن طلب مني ماذا؟ أو أنت هدفك أو تسعى في هذا المجال أنه أنت تدرس مثلا من خلال التفكير أو النقدي أنك تدرس ظاهرة معينة اللي هي مثلا ظاهرة مثلا واقع أثر الأجهزة الذكية على طلاب، أنت تدرس هذه الظاهرة. أيضا مثلا لو مثلا أجي أعطيك مثلا عنوان بحثاني وسائل التواصل الاجتماعي مثلا لطلاب أو السلبية مثلا أو آثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي مثلا لمرحلة ثانوية، أنا مثلا كطالب أقدر أني أنا أستخدم هذا العنوان أني أنتقد أذكر الأشياء السلبية وأبدأ بانتقادها وأوثقها. طيب أنتقل اللي هو
الجزئية الأخيرة بحوث الحقائق، بحوث الحقائق، وهذا يا شباب يعني أحد يفكر معي بس لو يعني ماذا يقصد بحث الحقائق هذا؟ أحد يوضح لي يا شباب؟ بحث الحقائق أو هذا المجال ممتاز إني أنا أصل إلى حقيقة، إلى حقيقة معينة، يعني أو إلى مثلا أسعى إلى وصول إلى الحقائق، مثلا كتسجيل مثلا المصادر، كمثلا كتوثيق في أحد الدراسات، مثلا كمثلا إعداد عمل مثلا استبانة، أو مثلا كملاحظة إني أنا مثلا ألاحظ مثلا، وهذه عندنا ما شاء الله أيضا بناخذ أدوات، هذه تعتبر كلها تفيدني في المجالات، وراح بإذن الله تفصيل أكثر إن شاء الله بإذن الله في الدروس إن شاء الله القادمة. لو أخذنا عليها مثلا مثال دراسة تاريخ المكتبات في عهد الملك عبد الله رحمه الله، إني أنا أوثق أو إني أسجل أو المصادر في هذه مثلا المكتبة، إني أنا مثلا المكتبات مثلا أصل إلى مثلا يعني مكتبة معينة، أو مثلا الحقيقة أو بعض مثلا المصادر الموجودة في هذه المكتبات. طيب طيب يا شباب، الآن بس بشكل يعني إن شاء الله يعني مع يعني النقاط اللي تو أخذناها يا شباب بشكل نسترجعها يا شباب إن شاء الله، نحاول يعني أحد بس يستذكر معي أخذنا ماذا يا شباب، يعني أو إنه مثلا اللي نستلخص فيه يا شباب، أول نقطة وذكرناها اللي هو يا شباب ماذا؟ ممتاز التعريف. التعريف يا شباب اللي أرجع وأقول إنه البحث العلمي طبعا هو طبعا كان عندنا اللي هو مكون من شقين، الكلمة اللي هو مقصود من البحث والعلمي. هذا يا شباب البحث العلمي طبعا في اللغة وفي عندنا في الاصطلاح. طبعا ذكرنا إنه في الاصطلاح يقصد بالبحث العلمي عملية منظمة يقوم بها الباحث، وهذه العملية المنظمة اللي يقوم بها الباحث تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى الإجابة على أسئلة محددة أو حل مشكلة، أو أني أنا، وهذا حديثنا يا شباب من بداية درسنا، والهدف الأساسي والركيزة الأساسية أنه إجابة على أسئلة محددة، أنك تحل مشكلة أو تصل أيضا إلى معرفة جديدة، تصل إلى معرفة جديدة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات العلمية للوصول إلى حل مشكلة. وهذا اللي ذكرناه يا شباب في البداية، أنه أنا هدفي في عملية البحث انطلاقاً بالبداية انطلاقاً من حصولي على المشكلة حتى أصل إلى ماذا؟ إلى النتائج. وهذا هو المفهوم أو الركيزة الأساسية في هذا يا شباب، ماذا؟ في ماذا؟ في المفهوم يا شباب. طيب الجزئية اللي بعدها تحدثنا أيضا بشكل طبعا اللي هي يخص مجالات البحث العلمي، وذكرنا يا شباب كم بحث، كم مجال عندنا، كم ممتاز، ثلاث مجالات، ممتاز ممتاز جدا، ثلاث مجالات يا شباب اللي تو ذكرناه لبحوث حل المشكلات وبحوث الحقائق والبحوث النقديه. البحوث قلنا المشكلات انك تسعى الى دراسه ظاهره معينه، تسعى الى الوصول الى حل مثلا مشكله، وتسعى الى وتحقيقك الى الهدف الى النتيجه او حل هذه الظاهره، سواء كانت مثلا ظاهره معينه مثلا في المجتمع او بشكل عام. هذه في الركيزة الأولى اللي في المجال الأول اللي هو بحوث حل المشكلات، وضربنا عليها مثال إني أدرس مثلا ظاهرة مثلا التأخر الصباحي، أو مثلا أسباب مثلا كثرة الغياب مثلا في طلاب المرحلة الثانوية. طيب هذه تعتبر ظاهرة. البحث الثاني ذكرناه اللي هو البحوث النقدية،
وهذه يا شباب ذكرنا كمثلا كنقد مثلا عندك مثلا التوثيق او دراسة مثلا في الآداب او انك تصل الى ماذا؟ الى مشكلة. المجال الأخير اللي هو بحوث الحقائق، وهذا ذكرنا اني انا اصل الى 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 الحقيقة. ليش الفرق بينه وبين النقدي؟ النقدي شاب التدليل المنطقي، منطق انت تنقد مثلا ظاهرة او مشكلة معينة. اما الحقائق يا شباب تصل اذا تصل الى حقيقة معينة وتدوينها مثلا من خلال مثلا استبانة تجمع او مثلا ملاحظات من خلال مثلا الملاحظة. طبعا اخر الحاجة ذكرنا اللي هو اهمية البحث العلمي، التنمية المعرفية، وطبعا من خلال اثراء مثلا المعلومات للطالب مثلا وتزيده مثلا للمعرفة، اعتمد على النفس، وذكرنا هذه بدراسة المشكلات للطالب مثلا وجمع هذه مثلا المشكلات ومن ثم الطالب يقوم بحلها. طبعا ايضا المنهجية وتنمية المهارات الذاتية، وعندنا تنمية المهارات البحثية. وهذا طبعا مجملا في نهاية درسنا وما يخص من ناحية البحث العلمي. وأتمنى إن شاء الله أكون بإذن الله وفقت إن شاء الله في رسالة إن شاء الله توصيل إن شاء الله المعلومة بشكل إن شاء الله أسهل وأوضح بإذن الله.